صباح الخير، معكم ريم أبو الحسن من موقع تداول إلكتروني وشركة CFI لنقدم اليوم ملخص جديد عن الأسواق المالية والعالمية. أبدأ باليورو الذي لا يزال يتداول بطريقة عرضية بعد الموجة الصاعدة أمس ووصل إلى مستويات 113.85 حاليا. اختراق هذا المستوى يعود الإيجابية على اليورو ليستهدف مستويات 114، ويعود التحسن على اليورو على خلفية استقرار مؤشر الدولار وبعض تراجعات عليه. وفي حال كسر الدعم اليورو 113.65 يستهدف 113.35. حركة اليورو اليوم مستقرة بطريقة استمر الباوند في تداولاته المرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي، مستمدا الأمال المتعلقة بالمستوى السياسي على بريكزيت. وهناك شقين لهذا المستوى: عملية التصويت في مجلس العموم على تعديلات مقترحة على اتفاق بريكزيت، إلى جانب المسار السياسي الذي يتضمن محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض فيما يتم التوصل لتعديلات على الاتفاق المقدم من تيريزا ماي. حاليا هناك موجة صاعدة للباوند في تداولاته بين مستويات الدعم 132.50، كسرها يستهدف مستويات 132.20. اختراق مقاومة 133.50 يستهدف الباوند في التحليل الفني مستويات 134. وول ستريت أمس تفتتح على بعض التراجع لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي وكوريا الشمالية. حاليا الداو جونز يتداول ضمن اتجاه صاعد ولكن بعض الموجة الهابطة بين مستويات الدعم 25870، كسرها يستهدف مستويات 25750. أما اختراق مقاومة 26040 نقطة يستهدف الداو جونز مستويات 26160 نقطة. أسعار الذهب في الجلسة اليوم استقرت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تعويض مؤشر الدولار بعض من خسائره التي حققها مطلع هذا الأسبوع، وأيضا بعض التصريحات الحذرة من ممثل التجاري الأمريكي أعطت آمال للمستثمرين حول إنهاء الرسوم الجمركية مع الصين. اتجاه الأسعار الذهب حاليا في مسار عام صاعد ولكن إطار موجة هابطة، حاليا بين مستويات الدعم 1316، كسرها يستهدف الذهب 1310 دولارات للأونصة. اختراق 1321 يستهدف الذهب مستويات 1325 دولار للأونصة. أذكر أن في التحليل الفني قد كسر الذهب النموذج المثلث الذي شرحنا عنه في التقرير السابق، حاليا الدعم 1316 تشكل دعم مهم أمام تداولات الأسعار. في الانتقال إلى أسعار النفط التي تداولت بطريقة أفقية بعد موجة صاعدة أمس من بعد الانخفاض الذي حققه مطلع هذا الأسبوع من جراء تهديدات ترامب، ولكن حاليا هناك إطار عام صاعد خصوصا بعد انخفاض المخزونات الأمريكية بين مستويات المقاومة 57.20 دولار للبرميل ومستويات الدعم 56.80 دولار للبرميل. تراجعت أسعار النفط مطلع هذه الجلسة وسط بيانات ضعيفة عن الإنتاج الصناعي في الصين واليابان وإنتاج قياسي للخام الأمريكي، لكن الأسواق ظلت مدعومة نسبيا من جراء تخفيضات المعروض التي تخوضها أوبك. الأجندة الاقتصادية اليوم ننتظر أهم بيان وهو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة. التوقعات تأتي بتراجع عند 2.6% والقراءة السابقة كانت 3.4%. أيضا ننتظر الـ Unemployment Claims وهذا أيضا تعطي قراءة في حال كانت مرتفعة تعطي قراءة سلبية على الدولار. أيضا ننتظر مؤشر مديري المشتريات. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، أدعوكم لزيارة موقعنا على tadawal.com وطبعا صفحاتنا على التواصل الاجتماعي. كان معكم ريم أبو الحسن، إلى اللقاء.